step into the unknown and do something sometimes without knowing how the outcome will be. There is nothing exciting about a safe bet or the middle of the road. If you're not on the edge, you're taking up too much space. Find the strength to overcome the challenges ahead. Have a talk. There's an incredible human being left for you to discover once you reach the edge. If you want to make a difference in life, be a scientist. Good afternoon, Lee. مساء الخير السيدات والسادة، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا اليوم. يرجى أن تعيروني أسماعكم، سوف نبدأ حديثنا بعد قليل. شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا اليوم في هذه الجلسة المتعلقة بالذكاء الصناعي التخيلي على الحافة. قبل سنوات قال ستيفن هوكينج عن الذكاء الصناعي: أؤمن أنه ليس هناك فرق كبير بين ما يمكن تحقيقه بالعقل البيولوجي وما يمكن تحقيقه بالكمبيوتر أو بالحاسوب، لأنه نظريا الكمبيوتر تبين أنه يقلد الذكاء البشري ويتجاوزه. تخيلوا أنه أحد المفاهيم الأساسية للذكاء البشري وأنه لا يسمح لنا فقط بإنتاج الموسيقى والفن، ولكن أن نتخيل ما لا يشاهد. متحدثنا اليوم بروفيسور محمد الحسيني في كاوست سوف يلهمنا فيما يتعلق بالذكاء الصناعي التخيلي الذي يستطيع أن يرى وينتج ويشعر. فهل بإمكاننا أن ننتج الذكاء الصناعي الذي يتخيل ما لا يرى؟ سيقدم متحدثنا اليوم ويدير الجلسة الدكتور جيسو لي، مدير مختبر الحواسيب الخارقة، وستكون مدة هذه الجلسة ساعة كاملة مع 15 دقيقة للأسئلة. رحبوا بالميسر والمتحدث. شكرا لهذه المقدمة، شكرا لهذه الجلسة. أنا في الحقيقة يسرني أن أقدم متحدثنا الموقر البروفيسور محمد الحسيني، ومع كل الأشياء التي تحدث مع تشات جي بي تي والذكاء الصناعي نريد أن نعرف أكثر عن ذلك. فهو أستاذ مساعد في كاوست ونحن محظوظين بوجوده معنا اليوم، وهو حصل على درجة الدكتوراه من جامعة روتجرز في مختبر الفن والذكاء الصناعي، وبعد ذلك ذهب إلى أماكن رائعة، ذهب إلى ستانفورد وبايدو أو فيسبوك والتي أصبحت ميتا الآن، وعمله مقدر في العديد من الأماكن. على سبيل المثال عمله عرض في الأمم المتحدة وكذلك في MIT ومجلة نيو ساينتست، فبالإمكان أن أتحدث عنه طويلا، لكن أفضل أن أختصر وأن أسمع من البروفيسور محمد بنفسه مباشرة. شكرا لهذه المقدمة، ويسرني أن أكون معكم اليوم، وأريد أن أناقش معكم موضوع في الحقيقة هو كان موضوع ممتع نعمل عليه خلال العقد الماضي، الذكاء الصناعي التخيلي. وأريد أن أناقش معكم اليوم
كيف ندفع بحدود الذكاء الصناعي لبناء التكنولوجيا المساعدة التي تستطيع أن تساعدنا في الحياة من خلال العديد من الطرق، ليست مجرد فكرة فقط، وإنما كيف يمكن أن نحول من حدود العديد من التطبيقات. جميعنا ربما سمعنا عن الذكاء الصناعي بطريقة أو بأخرى. هذه إحدى الرسوم الإيضاحية لماهية الذكاء الصناعي، وبشكل خاص أريد أن أركز على القسم الناجح جدا أو الجزء الناجح جدا من الذكاء الصناعي، وهو التعلم العميق. التعلم العميق وما حقق مؤخرا فيه شيء مذهل، وفكرة التعلم العميق أنه إذا لديك على سبيل المثال نظام تصوري، لدينا قطة مثل هذه صورتها يتم إدخالها إلى الحواسيب مثل ما تعمل عقولنا، مجموعة من الطبقات والطبقات تفهم أجزاء صغيرة مثلا عمر الصورة، و بعض النماذج تفهم أين العين وأين الأذن، وبنهاية المطاف يكون لدينا مجموعة من الطبقات حول هذه القطة. وإذا ما دربنا هذه الشبكة فيكون لدينا عقد، وهذه العقد نستطيع أن نغيرها أثناء التدريب. فهذه الوحدات أو هذا النموذج يستطيع أن يتعلم كيف يصنف صورة القطة في فئة القطط وصورة الكلب في فئة الكلاب وغير ذلك، وكل عقدة من هذه العقد يكون لديها مختبر معين مناظر لها. فبهذه الطريقة تعمل هذه الشبكات، فتعمل هكذا على سبيل المثال للقطط والكلاب. ولكن تخيل أننا نريد أن نبني ذكاء صناعي يتجاوز كل ما شاهدناه حتى الآن، فربما لن يكون هذا. إذا ما نظرنا على سبيل المثال إلى هذه الصورة وتخيلنا أنه لدينا في كوكبنا أكثر من 7.7 مليون حيوان، و90% من هذه الحيوانات غير مكتشفة حتى الآن، فلدينا أقل من مليون نوع تم اكتشافها وإضافتها إلى الكتالوجات، والعلماء يحاولون أن يفهموا ويفهموا الاختلافات بين ما نشاهده في الحياة وأن يتأكدوا هل هذه أنواع جديدة أم لا. فهناك الكثير من الأشياء التي لازلنا لا نعرفها، والتكنولوجيا الحالية المبنية على ذلك والكلمات التي لدينا لا تنطبق عليها. فنريد تكنولوجيا مساعدة من أجل أن تحدد لنا هل هذا الشيء أو هل هذا الكائن جديد أم لا. فهذه المعضلة التي نواجهها، وذلك يعني أنه من أجل أن نكتشف أنواعا جديدة نريد أن يكون لدينا كاميرات في الغابات على سبيل المثال، وأن تستكشف وأن نستكشف إن كان هناك من أنواع جديدة. ولكن ذلك سوف يصبح من السهولة أن ندرك أنه نحن بحاجة إلى تكنولوجيا مساعدة بحيث أننا نصنف الكائنات المكتشفة. إذن ما أريد أن أعرضه عليكم هذا هي لمحة عالية المستوى حول ما يمكن أن تقوم به الآلات الموجودة حاليا. ما ترونه على اليسار التعلم بإشراف، مثلا التفريق بين القط والكلب من قبل الكمبيوتر، لكن لدينا عدد محدد من الطبقات لأنه لا نعرف كم عدد الأنواع الموجودة، فهذا النظام محدود بتصميمه. نحن بحاجة إلى شيء مختلف. التعلم تحت إشراف نفس الشيء، لكن لدينا بعض الصور التي لا يتم التعرف عليها، والثالث أن يكون لدينا مجموعة من الصور ونريد أن نعرضها، وفي نهاية المطاف نفترض أنه لدينا مرحلة من التدريب بحيث نبني النظام بناء على عدد محدد من الطبقات فليس مفتوحا بالكامل. فمن خلال هذا الحديث أريد أن أعرض عليكم بعض المجالات التي الذكاء الصناعي التخيلي ممكن أن يكون مفيدا، وما أقصده بذلك هو أن يكون لدينا ذكاء صناعي أو نظام ذكاء صناعي يتعلم ما وراء ما هو ثابت، وأن نريد إيجاد المساحة
لاستكشاف مختلف المجالات، وإحدى هذه المجالات التعرف والإبداعية وسيرة ذاتية القيادة والتعرف وما أسميه الرفاء العاطفي. تخيل لكي ترى فيما يتعلق بالأنواع المكتشفة، نحن نعرف حدود النظام الحالي أنه لدينا عدد ثابت من الطبقات، فكيف نستطيع أن ندرب النظام على التعرف على أشياء لم تشاهد من قبل؟ إحدى الطرق أن نصفها، على سبيل المثال العديد منا هنا لا يعرفون هذه الفئة، هذه باركي أوكلي، لكن هذا طائر لديه منقار برتقالي قصير وريشه كذا. فإذا ما وصفناه، إذا ما رأيتم الطائر سهل بالنسبة لكم أن تعرفوه. فهذا هو الطائر الذي نصفه هنا، الذي له منقار برتقالي ولديه ريش أبيض وأسود، لكن نحن تعلمنا هذا الآن وتعرفنا عليه. فكيف نستطيع أن نبني هذه الخواص للتعرف في الآلات بحيث أنه الآلة تتخيل هذه الصورة وتستطيع أن تتعرف عليها؟ هذا ما قمنا به نحن الآن. عندما تواجه الآلة أنواع مثل هذه، تستطيع أن تحدد أنه هذا النوع هو الذي يتطابق مع خيالنا. لماذا هذه الجزئية مهمة؟ لأنه كما ناقشنا من قبل، إذا ما وجدنا طائرا مثلا معينا وطار، وفي حالات أخرى قد نواجه كائن آخر مثل دب على سبيل المثال، في هذه الحالة علينا أن نهرب ما لم سنكون وجبة له. من منظور التنوع الحيوي وما تهتم به الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تهتم بحماية الطيور والتعرف عليها وتحديد ما هي وما هي أنواعها وأين هي، بحيث نستطيع في عد هذه الأنواع ومن هذه الأنواع أن نحدد ما هي مهددة منها بالانقراض. والأنواع المكتشفة، نحن من أجل أن نكتشف الأنواع نحن بحاجة إلى نظام آلي يستطيع أن يحدد فيما إذا كان هذا النوع قد شهد من قبل أم أنه شيء جديد، وذلك من خلال الوصف. فكيف نستطيع أن نتفاعل مع هذه التكنولوجيا؟ تخيل أن هذا آدم طفل شاهد طائرا والطائر هذا طار، ويتفاعل مع الذكاء الصناعي ويسأله، قال له أنا شاهدت طائرا له منقار برتقالي، لكن نظام الذكاء الصناعي يرى أن هذه المعلومات غير كافية، فربما يطرح أسئلة أكثر حول كيف شكل الطائر وريشه والمنقاره وجسمه حتى يتحقق من ما يعني ذلك، وهذا يساعدنا في التعرف على الأنواع. وأي منا بعد ذلك حتى لو لم يكن خبيرا بالإمكان أن يساعد في التعرف على هذه الأنواع، وذلك يساعدنا في تنمية معرفتنا بما هو موجود على الكوكب. فهذه هي الدافعية وراء هذا البرنامج. إحدى الأشياء المنهجية الأساسية في هذا النموذج نسميها التخيل الصريح، وهذا عقل على سبيل المثال ويتخيل كيف يبدو عليه هذا الطائر غير المشاهد من قبل بناء على الوصف. إذا ما بنينا هذا التخيل وكان دقيقا، فسيكون لدينا خارطة وتمثيل بصري لكل فئة، بحيث أنه نستطيع أن نحدد الأنواع غير المشاهدة من الأنواع المشاهدة، والتمثيل البصري لهذه الأنواع غير المشاهدة من خلال هذا التخيل يمكننا من التعرف على الأنواع غير المشاهدة من قبل، ونعزز من فهمنا لهذه الأنواع. وهذا النظام بالإمكان أن يتعرف على أن هذا الشيء لم يشاهد من قبل. فالنظام مبني على آلية تعلم مبنية على لاعبين اثنين، أولا المتخيل والثاني هو القاضي أو الحكم الذي يستطيع أن يحدد أنه هذه الصورة تخيلية أو حقيقية. فهذا المتخيل
هو المميز ويرسل المعلومات إلى الحكم بأكبر دقة ممكنة ويتنبأ بالفئة التي تنتمي إليها هذه الصورة. فإذا ما طبقنا هذه الآلية المبسطة النموذج بالإمكان أن ينجح أو أن يتحسن أداءه بدرجة كبيرة. والفرق الوحيد بين هذا النموذج والطرق السابقة هو أنه هذا النموذج مصمم من خلال وجود متخيل صريح في النظام نفسه. الطرق السابقة لم يكن فيها نموذج صريح يتخيل كيف تبدو عليه الفئات غير المشاهدة بناء على الوصف فقط. فهذه إحدى المجالات حيث الذكاء الصناعي التخيلي ممكن أن يساعد، لكن هذا ليس المجال الوحيد. هناك مجالات أخرى يمكن أن يساعدنا فيها الذكاء الصناعي التخيلي. إحدى الأشياء التي نعرفها هو أنه التخيل مهم لنا في الذكاء كبشر، ويساعدنا في إنتاج الموسيقى والفن، ويساعدنا في الحماس لمشاهدة الأشياء غير المشاهدة. فكيف يمكن أن يكون الذكاء الصناعي مفيد في إنتاج المحتوى الجديد والفن الحديث أو الجديد والموسيقى والموضة وغير ذلك؟ فلدينا هذه الشبكة التي هي كان Creative Adversarial Networks، وقد طورت قبل 5 سنوات وقد درب على وضع على إنشاء مولد ما على لفنون لم تشاهد من قبل. فكيف ندرب نظام ذكاء صناعي ينتج صورا جديدة، نمط جديد بالكامل؟ فيجب أن يكون النظام واعيا بالجدة. فهذا النموذج مبني على عمل أحد العلماء، مع تزايد الإبداعية والتجديد، لكن عندما يبدأ يفهمه الناس، لكن عندما تصل الحداثة أو التجديد إلى مستوى معين يقل فهم الناس له. فكيف نستطيع أن نبني نظام ذكاء صناعي يدفع بالحدود بحيث أنه ما ينتج يكون شيء مختلف عما شهد من قبل، ولكنه يكون جديد ومبدع بحيث أنه يكون في ضمن مدى قدرة فهم الناس؟ فإذا ما استخدمنا الأنظمة الحالية بالإمكان أن تنتج صورة مثل الموناليزا مثلا، لكن ليس هذا ما نريده. نريد من النموذج أن ينتج لنا شيء جديد. فكيف نستطيع القيام بذلك؟ نضيف إشارة تعليمية معينة تقول للنموذج أنه عندما تنتج الموناليزا فإنه الدرجة تكون منخفضة، يكون في عقوبة. لا تقوم بذلك، نقول له، لأن هذا شيء ليس جديدا. لكن إذا أنتج شيئا جديدا تعطى له مكافأة النظام، لكن هذه المكافأة تكون بحيث أنه هذه الصورة الجديدة لا تكون منحرفة بالكامل، جديدة بالكامل، وإنما تكون معقولة نستطيع أن نربط بها، وليست تكون منفصلة تماما عن المفاهيم الموجودة حاليا. فهذا ما أشرنا إليه إلى منحنى التعلم السابق. نريد أن يكون شيء نفهمه، ما ينتجه الذكاء الصناعي نريد أن يكون شيء مفهوما، ليس شيء غير مفهوما بالنسبة لنا. فهذه إحدى القطع الفنية التي HBO ووادي سيليكون اشتروها منا، والتي أنتجت من خلال هذه الطريقة التي شرحتها. وهذه بعض الأمثلة الإضافية التي تم إنشاؤها بنفس الطريقة في ذلك الحين. لفتت انتباه وسائل الإعلام الكبرى والصحف مثل MIT Technology Review وغيرها من المجلات العلمية. هذه الطريقة
عمرها كانت قبل 5 سنوات. الآن تم تطوير نسخة أفضل منها نسميها شبكات الخصومية للمشي الإبداعي C1. وإذا ما نظرنا إليها نرى أنه جودة الصورة أصبحت أفضل بكثير من النسخة التي شرحناها قبل قليل التي كانت في الكان، شبكات الكان. وإذا ما نظرنا إلى الصور على اليمين، الصور باللون البرتقالي هي اللون التي هي صور التي تم إنتاجها من قبل الذكاء الصناعي، والصور الأخرى هي الصور التدريبية التي تم إعطاها للنظام. فنرى أنه الصور الجديدة مختلفة عن الصور القديمة، فذلك يعني أنه الإنتاج هذا إبداعي وجديد والصور تبدو مختلفة. فكيف تعمل هذه الطريقة الجديدة؟ تخيل أنك تحاول أن تبني مولدا من أجل أن ننتج الصور التي تمثل من خلال هذه النقاط البرتقالية، والصور ترون تظهر على اليمين. فما قمنا به بالضبط هو أننا بنينا نظاما أثناء التدريب عينات من الصور مثل التي ترونها على اليمين أدخلت فيه، وتم تطوير آلية نسميها المشي الإبداعي. ما الذي نقصده بالمشي الإبداعي؟ هي إشارات تعليمية تكون واعية بكل الصور الموجودة في وقت واحد. فبدلا عن أن نشتغل على كل مثال لوحده، هذه الآلية تحاول أن تنظر في كل الصور الموجودة بشكل إبداعي وتمشي بين هذه الصور من أجل أن تنشئ نظاما ابتكاريا وإبداعيا. ونتيجة هذا العمل نريد أنها لا ترتبط بأي من الأنماط الفنية الموجودة حاليا، فهي إشارة مختلفة نريد أن نعطيها بحيث أنه ندخل مجموعة من الصور ينظر فيها النظام، ونكرر هذه العملية مجددا، والنتيجة النهائية تكون مجموعة من الصور التي هي جديدة، ليست فقط جديدة وإنما متنوعة. لماذا؟ لأنه آلية المشي الإبداعي هذه في أن تشجع النقاط البرتقالية على أن تتواصل مع بعضها البعض، وأن تكون متنوعة وأن تكون مختلفة عن الأنماط الفنية الموجودة حاليا. فهذه هي الطريقة، ونتيجتها هي أننا بنينا نموذجا تم من خلاله إنشاء صور ولوحات مختلفة. وهذه هنا درجات الحداثة أو التجديد، ونرى كم مدى حب الناس لهذه الصور. فالنظام تمكن من إنتاج صور جديدة ومحبوبة أيضا. فالمنحنى مختلف عن المنحنى الذي شاهدناه سابقا، إنشاء شيء جديد ومحبوب لكنه لا يبتعد كثيرا عما هو سائد. قمنا كذلك بتقييم هذه الأعمال الفنية الحديثة وكيف يمكن أن تنشئ أو تخلق التجربة العاطفية للناس. فسألنا الناس أن ينظروا إلى عمل فني جديد وأن يبلغون إن كان لديهم أي مشاعر تجاه هذه اللوحة. فهنا على سبيل المثال التعبيرات المختلفة، المتعة والرضا، القناعة والحماس والغضب وغير ذلك من الانفعالات. والشيء المفاجئ وجدنا أنه توزيع العواطف، وأنه الناس نظروا إلى هذه اللوحات. هذا مثال على عمل فني تم إنتاجه والناس يصفون مشاعرهم بالنص. على سبيل المثال الصورة على اليسار هي قطعة فيها نوع من الاسترخاء وفيها حيوانات وأشجار في الخلفية، وأيضا هناك تنوع كبير. على سبيل المثال هنا التعبير العاطفي كان هو الخوف، الزومبي، الموتى الأحياء أو الأشباح.
كانت المشاعر هي الخوف. فالنقطة هنا هي أنه بالإمكان أن يكون لدينا تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الصناعي تنتج لنا قطع فنية تؤدي إلى تجارب عاطفية. أريد أن أشاطر معكم الآن أنه هذين الشيئين يؤثران على بعضهم البعض. التخيل من أجل أن تصنع والتخيل من أجل أن ترى. وترون هنا المنحنى الذي ناقشناه من قبل. فنبدأ من منظور اكتشاف الأنواع. فإذا ما نظرنا هنا إلى محور الصيني هو قدرة النظام على إنتاج عرض تعلمي لأنواع جديدة لم نشاهدها من قبل. وإذا قام النموذج بإنتاج الأنواع المشاهدة فقط فإنه كل الصور تكون في اليسار. وليس هنا تخيل في أشياء جديدة وهذا شيء لا نريده. مع محاولة النموذج أن ينتج إنتاج بصري جديد وإبداعي سيكون العرض مختلف من الأنواع المشاهدة إلى الأنواع غير المشاهدة. لكن لا نريد من هذا التوليد البصري أن يكون مختلفا كثيرا. لماذا؟ لأنه لازلنا نتعلم تعلمنا قبل قليل أنه على سبيل المثال في الطائر الذي لديه منقار برتقالي كلا الطائرين مثلا لديهما منقار برتقالي. فلا نريد أن ندفع بالتخيل إلى حد بعيد بحيث أنه تظهر لنا أنواع جديدة غير واقعية. فنشتق إشارة لتعلم الآلة هنا وهنا نعطي لهذا المتخيل وصفا مثلا لنوع جديد مثلا طائرا جديدا ولديه منقار برتقالي ونصفه بهذا الشكل. فيحاول المتخيل أن ينتج صورة له الذي لم يشاهد من قبل. ومن ثم يمكن التمييز بين هذا الطائر الجديد والطيور التي شاهدناها من قبل. فهذا يحسن قدرة النظام على التفريق بين هذه الطيور بشكل كبير. فلنفكر في استكشاف الأنواع. معرفتنا اليوم مختلفة تماما عن معرفتنا قبل 10 سنوات. فإذا ما أردنا أن ننتج نظام تعلمي حقيقي نريد نموذجا يتعلم باستمرار مع مرور الزمن. فما شاهدتموه الآن أقل بما تعرفونه بعد ما ستعرفونه بعد سنة. فلو تخيلنا أنه هذا نظام ذكاء صناعي وهذه مجموعة من الفئات التي شاهدناها حتى الآن نريد أن نستكشف هذا المجال لكريستد أوكلت لأنه لم نشاهده حتى الآن. عندما أصبح كريستد أوكلت عندما شاهدناه وتعرفنا عليه مجموعة المفاهيم التي نريد من النموذج أن يستكشفها ويتخيلها ستكون مختلفة لأنه النموذج سيحاول أن يستكشف شيئا جديدا. فآلية التعلم الإبداعي هذه قمنا بتكييفها لهذه المسألة تحديدا ووجدنا أنه بالإمكان أن تحسن قدرة النموذج على الاستكشاف المستمر للأنواع غير المشاهدة. فهذا يظهر لنا أداء هذا النموذج مع مرور الزمن كيف هو قادر على التعرف على الأنواع المشاهدة والتمييز بينها وبين الأنواع غير المشاهدة وتغير ذلك مع مرور الزمن. لذا هذا هو الشكل الذي يشير أيضا إلى القيادة وهو نفس النموذج الذي يشير إلى كيفية التنبؤ باتجاهات المختلفة سواء كانت رأسية أو أفقية في السلوكيات المختلفة. وهذا أيضا يؤكد على القدرة على التعرف تجاه نطاقات محددة بشكل أكثر من الآخر في سياق بناء هذه التنبؤات المختلفة بالاتجاهات المتباينة. وهذا أيضا يحسن من الأداء على فترة طويلة ويشير
إلى معدلات النتائج التي تم الوصول إليها والحد من معدلات الخطأ وأيضا هذا يشير إلى حد من الأخطاء بنسبة 27%، ويشير أيضا ذلك إلى التحسن الذي يمكن أن نحرزه. لهذا فإن هذا أيضا يعتبر شيئا مختلفا في سياق التخيل المعرفي بالأبعاد الثقافية والعاطفية، حيث أننا دائما ما نتحدث عن كيفية تطوير تكنولوجيا كيف للتفاعل معنا بطريقة محددة، وهذا أيضا يؤكد على أننا في هذا الشأن إن كان لدينا صورة يمكن أن نتفاعل معها بطريقة لمدينة مثلا محددة، إن كانت هذه مدينة جميلة وأرغب في التعبير عن مشاعر تجاه جمالها، وعقب ذلك تشير إلى التشكيل العاطفي الذي ينبثق عن الشعور نحو هذا الجمال. وهذا أيضا يؤكد على كيفية بناء هذه التكنولوجيا بطريقة محددة يمكن أن تعبر عن العواطف بلغة محددة والقيام بذلك بطريقة متنبأ بها. كيف يمكن التنبؤ بها حيث أن انطباعنا تجاه هذه العواطف يختلف وفقا للثقافة المتباينة. لهذا هذا هو الكتاب الذي ألفته ليزا باريت، وهي تتحدث عن كيفية خلق العواطف. لذا إن كان هناك شكلا كهذا وقمنا بتغيير اللون حوله، فإنه بمجرد التعبير عن ذلك نعرب عن شعورنا بأنها أيضا هو ثعبان، ولذا فإنه ليس فقط ثعبان. إن قمنا بتغيير الألوان فإنه ربما يعطينا أشكال مختلفة ومتباينة تختلف بحسب الانطباعات، ولهذا يشير إلى كيفية التعبير عن العواطف. ولذا لعلكم تطلعون هنا على الفرق في المؤثرات اللغوية عن الفن الإبداعي والتشكيلي، وهذا يشير أيضا إلى الوعي تجاه هذه الأشكال وما يحدث في خضمها. ولعلكم ترون الصورة في الأعلى وفي أدنى، حيث أن هناك عصفورا يجلس على منضدة معينة، وهناك أيضا عصفور آخر ربما نراه طائرا مثلا، وهو يشير إلى الشعور مثلا بالأمل، والآخر يشير إلى أن هذا العصفور يرغب في الحصول على الطعام. هذه هي الطريقة التي نحصل عبرها إلى تعبير عن شعور محدد في نهاية المطاف. وهذا أشار إلى أكثر من 560 من التشكيلات التعبيرية للشعور من مختلف الناس، وهذا يشير إلى كيفية التعبير عن هذه الصور المختلفة، وهذا يشير إلى توزيع المشاعر في مختلف مناحيها ودرجاتها. ولعلكم أيضا ترون هذه أيضا أوجه التعبير في ظل التوازن العاطفي، حيث أننا نرى بأن ذلك يحدث بشكل محدد في سياق التعبير عن الغضب، التعبير عن السرور ونحوه. وأيضا مؤخرا أيضا قمنا بتوليد هذه النتائج من الذكاء الاصطناعي التخيلي وكيفية الوعي. هذا ليس فقط منسجما مع الثقافة الغربية، وهو أيضا يشير إلى اللغات الأخرى والأبعاد الثقافية الأخرى، وهناك تنوعا ثقافيا أيضا نتطلع إليه في ظل هذه التعابير التخيلية من خلال الذكاء الصناعي. وهذا أشار إلى الوصول إلى هذه النتائج التي قمنا بتطوير أفكار بشأنها.
الفرق هنا يشير إلى أن هذه بعض الأشكال، والوصف يختلف من الناطقين بالعربية إلى الناطقين بالصينية والإنجليزية، ولذا فإنكم ترون هنا التعبير عن ذلك من قبل الناطق بالعربية، حيث أنه يشير إلى الدهشة والآخر يشير ربما إلى شعور مختلف. لعلكم ترون هنا أنواع الأبعاد اللغوية والثقافية، حيث أننا أيضا نشير إلى أن ذلك يرتبط بالنص. الصينيين يرون أن هذا هو شعورا بالإحساس بالأسى، ولكن بالنسبة للناطق بالعربية ربما يشير إلى شعور بالرضا. هل إن هذه المسائل تختلف في ظل تشكيلها؟ ولذا قمنا بجمع مختلف هذه التشكيلات باللغات الثلاث، وبناء على ذلك يمكن أن نقوم ببناء نظام يمكن أن يعطينا رؤية لكيفية إعادة تشكيل هذه المشاعر، وليس فقط في هذا الشأن، بل يمكن أن نتحدث عن ذلك. وهذه الرؤية أو رؤية متعددة الثقافات تشير إلى الأبعاد الثقافية في ظل الرضا والقناعة، مثلا في ناطق باللغة الإنجليزية، وهنا نرى بأن هناك شيئا، أن هذه الصورة محبوبة جدا، حيث أن هناك تفاعلا جيدا ما بين الأم وأطفالها. وهنا أيضا نجد أن هناك تصنيفا للوعي العاطفي على البعد الثقافي، وأن هذا يشير إلى جانب محدد. ربما إن نظرنا إلى هذه الصورة فإننا أن هناك أعداد كبيرة من الأطفال الذين ربما يشيرون إلى الوعي بفرح محدد أو مخاوف أو شعور بالأسى، ولكن التعبير من ثقافة إلى أخرى. ربما أن هناك من يرى بأن هذا الشخص ربما يكون سكرا، ولكن هناك من يرى بأن هذا ربما يشبه الشيطان مثلا بالنسبة للناطق بالعربية، ولكن بالنسبة للصيني أيضا ربما ينظر إلى ذلك بأنه شعور بالسعادة. لهذا فإن الأشكال ربما نجد من خلالها تعبيرا مختلفا متباينا يستند على الأبعاد الثقافية. لهذا فإننا بحاجة إلى استيعاب الجوانب الثقافية والنفسية والسيكولوجية، وإننا قمنا بإطلاق البيانات للاستخدام الأكاديمي. والآن لدي دقيقتان ربما أتطلع فيهما إلى آفاق المستقبل بشأن كيفية الانطلاق بآفاق الذكاء الاصطناعي، حيث أن الأمر لا يرتبط بلغة برمجية محددة، بل هو يسع كافة اللغات في ظل الذكاء الاصطناعي. ولذا فإننا قمنا ببناء نظام ترجمة موسع يمكن أن يتفاعل مع نحو 200 لغة. وهنا فإن هذه التكنولوجيا تغطي مختلف الثقافات والأبعاد المختلفة، ولعلكم ترى ربما تلاحظون بأننا نحاول أن نخلق نظاما انتقاليا ليس مرتبطا إلى رؤية بصرية محددة، ولم يتم تشكيله للتعبير عن واقع محدد، بل يسع كافة أوجه التعبير على مستوى الثقافة العربية والصينية والإنجليزية. هذا يشير إلى 200 لغة، وربما أن الأمر أكبر من ذلك لأنه يتسع إلى خارج نطاق الترجمة، حيث أن الترجمة تكون حرفية. ولكن هذا الأمر الذي نتحدث عنه معني بترجمة العواطف، ولذا فإننا في أن نعطي مثل هذه الصور التخيلية على وجه
الذكاء الاصطناعي للتعبير عن هذه الأبعاد المشاعرية، ربما يختلف من لغة وثقافة إلى أخرى، ولذا فإن هذا هو مرتبط بآفاق المستقبل، وإننا أيضا معنيون بتطوير حوار حول ذلك، وربما نتحدث عن خلافات تجاه هذا النوع، وربما نقوم بوصف ذلك وإثارة أسئلة محددة إلى أن تكون لدينا أسئلة وأن نثير أسئلة وتوفير إجابات لها. وفي ظل نهاية هذا الحوار فإننا نتوصل إلى هذا الحوار البناء بناء على السؤال والإجابة، وفي نهاية المطاف لدينا أكثر من 30,000 حوار، كل منها يقود ربما إلى شيء إيجابي أم سلبي، وهذا يشير إلى كيفية بناء نموذج في ظل هذه النطاقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ولذا يمكن أن ندرب النظام وفقا لهذه الأطر المحددة والمعادلات من أجل التوصل إلى نتائج محددة، وهذا أيضا يشير إلى أوجه التعابير العاطفية، وهذا أيضا يشير إلى الأشياء التي قمنا بتطويرها، ربما نفكر في كيفية خلق محتوى بصري محدد، وربما نستخدم الذكاء الاصطناعي التخيلي لكي يمتد إلى التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد والميتافيرس، وأيضا كيف يمكن أن نوفر إطارا للاستكشاف لكافة الكائنات، سوى رغبنا في التعرف على التباين ما بين الحيوانات وتباين أوجه الخليقة في مختلف أطورها وأنواعها. لهذا فإن أيضا هناك اتجاهات لاستخدام الذكاء الاصطناعي التخيلي لاستكشاف أوجه الأدوية المختلفة، وأيضا هذا ربما يشير إلى أن واحدة من المشكلات المتعلقة باستكشاف الأدوية يشير إلى أننا بحاجة إلى توفير أدوية ذات نمط محدد يمكن قراءة اتجاهاته وفقا لأنماط معينة، ولهذا فإننا في ظل ذلك يمكن أن نتوصل إلى نتائج محددة، ولهذا فإننا إن قمنا ببناء هذه القاعدة من البيانات في ظل المعرفة الطبية بشأن الأدوية الروتينية التي يتم تعاطيها لمعالجة أمراض محددة، لهذا فإننا يمكن في ظل قراءة هذه الأنماط أن نتوصل إلى إجابات محددة لأسئلة ليست لدينا إجابات بشأنها، وبالتالي يمكن أن نثير مختلف الأسئلة وفي هذا الشأن، وبالتالي نستفيد ممن هم مختصين بالذكاء الاصطناعي بشأن التوصل إلى إجابات محددة. لذا في ظل هذه المساعي للاستكشاف المعرفي بأن الأمر ليس معني بالتعرف إلى نص محدد، بل إننا معنيون بقراءة التسلسل الدوائي واستخداماته المختلفة في التوصل إلى نتائج متنبأ بها. هذا أيضا يشير إلى أوجه الاستكشافات المختلفة في ظل الرموز وتشكيلها واستخدام تطبيقات الحوسبة في واحد من جاكوب سكوريت الذي هو يعتبر واحد من المؤلفين البارزين في مجال التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا يشير أيضا إلى كيفية استخدام هذه التكنولوجيا، حيث أنه قام ببناء أو تطوير شركة لتطوير جوانب محددة إنه ما زالت في مراحلها الأولى، ولكن
حين يتم توفير رموز محددة، وبالتالي يمكن بناء جزيئيات RNA، وهذه الأنماط تعتبر أشبه بالرموز التي تؤكد على قراءة DNA وكيفية بناء الجينوم بطريقة محددة. ولذا فإننا في هذا الشأن نتطلع قدما للتوصل إلى نتائج في هذا الشأن. في نهاية المطاف نتقدم بالشكر لكافة الطلاب الذين عملوا بمشقة في ظل هذا المشروع، وأتطلع قدما إلى هذه الجهود، ونتطلع قدما أيضا إلى بناء كثير من النتائج من خلال الذكاء الاصطناعي التخيلي، حيث أن هناك جهودا واعدة في هذا المضمار، وإن هناك كثير من التوقعات الكبيرة. ولكم وفر الشكر. أشكركم على هذه هذا العرض المتقدم. لقد تعلمت أشياء كثيرة. سنأخذ أسئلة من المشاركين. هل هناك أي شخص لديه أسئلة؟ يمكن أن تأتوا إلى تناول الميكروفون والتعبير عن سؤالكم من خلاله. أشكركم على سؤالكم وعرضكم. إنني متخصصة في الصناعات الدوائية، ولذا فإنني أشير إلى أن هناك واحدة من العناصر الأساسية، حيث أنه يمكن استخدام ذلك، حيث أن الهدف ربما ليس واضحا في ظل استكشاف هذه الجوانب. لذا فإننا المشكلة هنا معنية بأن هذا الاتجاه هو اتجاه جديد وربما لا يكون مناسبا، لذا ينبغي تحديد الهدف والموثوق به، وهناك جوانب أخرى وربما يكون هناك جوانب محددة ذات صلة معينة في ظل بناء هذه الاتجاهات. هل من الممكن إن كان الهدف جديدا أو غير معروف مثلا وليس من ثمة أدوية محددة، لذا هل يمكن للذكاء الاصطناعي تعريف إن كان هذا النسق التحليلي يمكن أن يصل بنا إلى تحديد الهدف الذي نصب إليه بشأن التوصل إلى أدوية ربما تكون جديدة؟ لذا هذا هو السؤال. لذا لا أعمل في اتجاه استكشاف الأدوية، هذا شيء ينبغي أن أوضحه بشكل واضح، ولكنني أشير إلى أن هناك من هم أعلم مني ويعملون في هذا المجال لا أعمل فيه، ولكن اقترحت الفكرة وهذه الفكرة قائمة، وهناك من يعملون بشأن تطويرها. لذا واحدة من الأشياء التي يقولها مثلا هنا في ظل هذا الجهد التعلمي في ظل الذكاء الاصطناعي، أن الحلول يمكن أن تشير إلى خلق نموذج محدد. أعطيكم مثالا، مثلا في استكشاف الكائنات. لذا فإننا إن قمنا بوصف كائن جديد وهو شيء نقوم ربما لم نستكشفه من قبل، ولذا فإن هذا النموذج ربما يعطينا نتيجة جيدة. ومثلا على ذلك، على نحو ذلك المثال الذي أعطيتكمه، حيث أننا قد تعلمنا أن هناك اتجاها محددا، حيث أن هناك شيئا ربما نصف أن لديه أجنحة بيضاء وسوداء، وهذا يشير ربما إلى مجموعة من التشكيلات التخيلية، وربما أن
هذا هو الجانب الذي نستكشف عبره التوصل إلى هذه الأجنحة أو الكائن الذي لديه هذه الأجنحة. ولذا فإن إن تم التعرف على شيء جديد فإننا بالتالي ربما لا نتعرف على ذلك الشيء أو أن الشيء غائب، شيء المستهدف غائب. هذا ربما يشير إلى تطوير نماذج محددة. إننا لذا ربما في ظل الأوضاع الحالية على مستوى الصناعات الدوائية يكون الأمر صعبا على مستوى الأهمية، مثلا في ظل الأدوية الأخرى. وكما قلت بأن هذا شيء ربما يكون ذي صلة أو ذي جدوى مهمة، وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل بنا إلى النتيجة، ليس بهذه الطريقة المبسطة، ولكننا معنيون بتطوير النماذج. طاب نهاركم. هو حديث شيق في ظل تحديد هذه الكائنات. ما لم أستوعبه، كيف يمكن أن تدربوا هذا النموذج؟ هل فقط تتحدثون عن النص، أم أنكم تبحثون في ظل الأشكال ووصف هذه الأشكال، وبالتالي يمكن أن تستوعبوا وصفا محددا، وبالتالي فإننا يمكن أن نقوم بوصف الأشكال. ربما مثلا هناك أقل من مليون طائر مثلا، ولذا فإننا إن قمنا بالوصف اللغوي لهذه الكائنات، وبالتالي وإن قمنا بوضع اسم لكل هذه الكائنات بأسمائها المحددة، وبالتالي نجد وصفا بناء على التكوين اللغوي لوصف هذه الكائنات، وبالتالي نحاول أن نوفق ما بين الوصف اللغوي والأشكال الموجودة في الذكاء عبر الذكاء الاصطناعي التخيلي، وبالتالي نحاول أن نخلق مزاوجة ما بين الأوصاف اللغوية والأشكال، وهذا ما قمنا بوصفه حاليا. فإن هناك وصفا ربما لدينا مليون وواحد مثلا، ولذا فإن هذا النموذج تعطيه شكلا، وبالتالي نقول بأن هذا الشكل مثلا إن قادنا إلى الحديث عن يكون هناك تشابها كبيرا ما بين الأوصاف المعطاة هنا وشكل الكائن والحيوان المعين. وبالتالي يجب أن نتذكر بأن هذه الكائنات الجديدة لم نرى لم نرها بالعين المجردة، وبالتالي فإننا نحاول أن نتوصل إلى وصف، وبالتالي ربما ليست هناك لغة محددة تصف هذه الكائنات التي لم ترى من قبل. ولذا فإننا بالتالي أن الأمر يختلف عن الحيوانات المعروفة بأوصافها. شكرا دكتور محمد. لدي سؤال عن كيفية التمكن من وصف أي أوجه أو اتجاهات للتعلم غير صحيحة في ظل استيعاب العواطف في مختلف الثقافات. لذا كيف يمكن أن نرجع إلى الوراء ونجلس القرفصاء مثلا ونقوم بوصف أشكال محددة هنا وهناك في سياق تصحيح أنماط خاطئة؟ هذا سؤال جيد. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتصف بالمعقولية، مثلا ربما نقوم بوضع أشياء محددة ونصف مجموعة معينة، أن واحد يساوي اثنان، وبالتالي نحاول أن نصل إلى هذه النتيجة أو تلك. ولكن إن كانت هناك أنظمة خاصة بالذكاء الاصطناعي وقلنا بأن هذا هو التوافق وهذا ما توصلنا إليه في ظل هذه المواد، وبالتالي فإننا
يمكن أن نشير إلى استخدام التكنولوجيا مثلا في ظل الوصف الذي ذهبت إليه آنفا والتعبيرات الثقافية المختلفة. يجب أن نفكر هنا بشأن خطة تعزيز الرؤية البصرية مثلا من الجانب البشري بشأن التعبير عن أوجه محددة، وبالتالي ربما نقول بأن هذا الوصف خاطئ أو صحيح. هل هو خاضع للإشراف أم غير خاضع للإشراف؟ كيف يمكن أن تصنف ذلك؟ ربما أنه يكون أشبه بالتعلم الذي يستند إلى الحوافز مثلا، إن كان هناك نموذج لغوي وبالتالي فإننا إن أشرنا إلى سياق محدد في ظل هذه الأوضاع مثلا فإن استخدام هذا النموذج بالتالي نقوم بتدريب هذه الماكينة على اتجاه محدد، وبذلك فإن هذا النموذج في ظل تصميمه يمكن أن يقود إلى نتائج محددة في كل سياق بعينه بكل واحد يقوم باستخدام هذه التكنولوجيا. وبالتالي نطلب من الأشخاص بشأن الحكم على من يقوم بهذا أو ذاك، وبالتالي نقوم بجمع المئات الآلاف من هذه المعلومات والبيانات، وبالتالي نقوم بتكرار آخر في ظل التدريب بشأن كيفية الوصول إلى نتائج محددة. هذا ربما يكون شيئا ليس شيئا نهائيا، وربما يقودنا إلى نتيجة ربما ليست مقنعة، ولكن ربما نحل مشكلة وربما يثير تساؤلا آخر. لدي سؤال، لقد أشرتم إن هناك بعدا ثقافيا حيث أن مختلف الثقافات لديها تعابير مختلفة عن الأشكال، ولكن هل هناك شيئا يشير إلى أبعاد العالمية مثلا في ظل هذا التباين الثقافي؟ هل هناك تعبيرا موحدا من كافة العناصر البشرية؟ نعم، هذا سؤال جيد. أن الشيء هنا معني بكيفية ما يفكر فيه البشر في شأن التوصل إلى نتائج محددة في ظل مثلا رؤية نحو البشر، حيث أن هناك من يرون بأن الأطفال والاطلاع على رؤيتهم يعتبر شيئا جيدا، ولكن وجدنا أن التعبير عن ذلك ربما يكون مختلفا من ثقافة إلى أخرى، ولذا فإننا يمكن أن نقوم بقياس هذا التوافق ما بين الثقافات بشأن كيفية قياس أوجه التوافق الثقافي على أشكال محددة. مثلا وجدنا أنه يمكن التوافق على جانب محدد، مثلا الأوصاف الدينية أيضا ربما يكون هناك تباين بشأنها، لذا بالتالي يمكن أن نتوصل إلى الجوانب التي يتم التوافق عليها بشكل عريض والتي يختلف بشأنها بشكل عريض والأخرى. يمكن أيضا أن نقارن ذلك بشأن أوجه التعبير المتوافق عليها عالميا، لذا فإن توزيع هذه الأبعاد العاطفية في ظل كل ثقافة أو أخرى بشأن بناء مثلا ترغب في بناء شيء ربما يرتبط بثقافتك، وبالتالي ذلك ربما يقود إلى رؤية محددة بشأن مثلا خلق مقعد يتسق مع البعد الثقافي والخلفية الثقافية. شكرا، أشكركم مرة أخرى، أشكر الدكتور محمد. هذا رمز تعبير
لقد تعلمت كثيرا من هذا العرض، وحديث استمر لساعة كاملة، وإن هذا هو رمز للتعبير عن التقدير لما قمتم به. أشكركم فائق الشكر على هذه الجائزة الرمزية.